يا رب دايما يكتر خيرها، اخرها جاي ان شاء الله في 2019. بدايه مشرقه، بدايه سعيده، يا رب ان شاء الله تفضل مصر كده متقدمه. ولو عايزين تعرفوا بجد قيمه اللي احنا فيه، بصوا اللي حوالينا، بصوا الناس وصلت لغايه فين في الوطن العربي، الدول اللي قامت فيها ثورات، احنا فين؟ احنا الحمد لله مستقرين، الحمد لله بفضل الله ناجحين، عندنا حاجات كتير ومشاريع تانية كتير. انا لو عندي وقت اقعد اقول لكم الانجازات اللي حصلت، حتى على المستوى الرياضي برضو حققنا بطولات كتير وانجازات كتير في 2018 وبداية كمان 2019. فالحمد لله، ويا رب دايما من التقدم الى تقدم. وطول ما احنا راضيين هتلاقوا دايما الرضا سلاح النجاح. احنا راضيين باللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبه لنا، وبنسعى وبنعمل وبنجتهد، فبالتالي ان شاء الله هنشوف كل ما هو افضل باذن الله. تعالوا نشوف بقى الاخبار ايه. وعايزه اقول لكم كمان ان اول خبر معانا النهارده خبر حلو قوي، خبر برضو فيه انجاز، عبور 144 سفينه بقناه السويس بحموله 9.9 مليون طن، والكلام ده في 3 ايام. تعالوا نشوف الكلام اللي اكده الفريق مهاب مميش رئيس هيئه قناه السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس. أكد أنه حركة الملاحة شهدت خلال 3 أيام الماضية، حركة الملاحة طبعا شهدت انفراجة كبيرة جدا من الجمعة وحتى أول الأحد، وعبور 144 سفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس من الاتجاهين بحمولة 9.9 مليون طن. ده بيؤكد ان هناك طفره تشهدها حركه الملاحه في قناه السويس سواء من حيث العدد او الحموله، وده دليل جازم على نجاح مشروع قناه السويس الجديده والرؤيه المستقبليه لاداره القناه في تطوير المجرى الملاحي للقناه. عشان بس الناس اللي قاعده تقول لك دي تفريعه ومش تفريعه والكلام ده، اهو ده اكبر دليل انه فعلا الموضوع كان ليه اثر وصدى اقتصادي كبير. وكمان الوقت، المده اللي اتحفرت فيها قناه السويس الثانيه، ده اكبر دليل ان في رؤيه مستقبليه، في نظرات استباقيه للمستقبل. والله الواحد بيقول الكلام ده لما بيشوف حاجات بتحصل فعلا، بيقول لا انه في تقدم، في حاجه الواحد يقول ان الحكومه بتشتغل عشانها، بتشتغل عشان تطور، بتشتغل عشان كمان الانفراج الاقتصاديه المتوقعه واللي احنا بنشهد بوادرها. مش لازم نقعد نستنى حتى ال 20 30، ولكن احنا بنحس بثمارها دلوقتي. الخبر اللي جاي 118% زيادة بواردات زيت الذرة خلال 2018 بإجمالي 45 ألف طن. تعالوا نشوف تفاصيل الخبر. ما بين الاستقرار والتراجع كان وضع زيت الذرة خلال عام 2018، قد تراجع سعر طن زيت الذرة الأمريكي بمقدار 22 دولار للطن، لتصل إلى 645 دولار للطن بنهاية شهر مارس، مقارنة بأسعار بداية العام والتي بلغت نحو 676 دولار للطن، وذلك بسبب توفر مخزون الذرة في الأسواق، مما أدى إلى زيادة العرض مقابل الطلب. أخبارنا النهاردة سريعة، أخبار خفيفة وأخبار مبهجة برضو. خبر قناة السويس ده يسعد كل المصريين ان شاء الله، دايما تبقى اخبارنا حلوه كده. النهارده بقى زي ما عودناكم يوم الثلاث بيبقى يوم دسم، يوم مختلف، عندنا فقرات حواريه كتير اتمنى ان حضراتكم تستفيدوا منها. تعالوا نروح لفاصل ونرجع مره تانية، هقول لكم الفقرات كلها بعد الفاصل واول فقره حواريه في ساعه جديده وساعه صبحيه.